بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يا بنات ان شاء الله بدنا نستكمل البسيدو كود اللي اخذناه المره اللي فاتت ونحاول نعمله اليوم بالجافا، تمام؟ بس في الاول قبل ما اروح على الجافا بدي اذكرك ايش اللي سويناه. احنا كان عندنا ترانزليتور بيحول من انفكس لبوست فيكس، وقبل ما اعمل عليه اي تعديلات كان هو عباره عن نون تيرمينال اسمه اكسبريشن ونون تيرمينال اسمه تير، مش هيك؟ لقينا انه هذا النون تيرمينال تبع الاكسبريشن في مشكله الليفت ريكيرجن، في بدايه مكرره اللي هي نفس النون تيرمينال قبل السهم يبدا بنفسه بعد السهم، وقلنا هذه تمثل مشكله الليفت ريكيرجن، بصير في عندي انفينيت لوب لازم احلها. وقلنا عشان نحلها على القوانين اتغير شكل شوي الجرامر، فصار عندي حاجه اسمها اكسبريشن كنون تيرمينال، حاجه اسمها ريست مزبوط اللي هو الار اللي بنضيفها، وحاجه اسمها تيرم. هذا كجرامر، هذا الجرامر الجديد اللي خلصناه المره اللي فاتت. الان انا لما بدي اعمل بارسر كم فانكشن تتوقع بلزمك؟ اكيد حتقولي لي بدي فانكشن للاكسبريشن للنون تيرمينال، وبدي فانكشن للريست، وبدي فانكشن للتيرم، وبدي الفانكشن المعروفه تبعت الماتش. هذا المفروض من المسلمات مزبوط ولا لا؟ لكن بدي اذكرك انه هذه الريست احنا المره اللي فاتت لقينا طريقه ان نستغنى عنها ونسرع الكود تبعنا اذا بتتذكري. طبعا احنا مش ملزمين ككومبايلر اني اعمل الحركات هاي، لكن احنا من ناحيه برمجيه كان الاصل نعمل القصه هاي. واضح؟ انا ححاسبك في امتحاناتي على الكومبايليشن اكثر من الموضوع البرمجه، لكن مش غلط انه تكوني فاهمه هذه السكيلز، تمام؟ طبعا هذه السكيلز ادت الى شو اللي المره اللي فاتت شفناها؟ انه بطل في عندي ريست لاني صرت اعملها لوب، وطالما بطل في عندي فانكشن اسمها ريست شلتها كلها حطيتها وين؟ جوا. فما تستغربيش الان انه لو بدل اربع فانكشن في الكود اللي بدنا نكتبه بس كتبنا الاكسبريشن بطلنا نكتب الريست، لانه الريست صارت عباره عن ايش؟ كود حطيته جوا الاكسبريشن، وبالتالي بطل في ريست. عشان هيك هتلاحظي بس في عندي فانكشن اسمها اكسبريشن، وفانكشن اسمها تير، وفانكشن اسمها ماتش، هي اللي حنشوفه باختصار. فما حدش يقول لي وين الريست راحت. الريست راحت في عمليه الاوبتمايزيشن للكودينج. حولتها من تيل ريكيرجن للوب. وبعدين لقيت فيش لها اكثر من استدعاء غير مره واحده، فشلتها ونسختها في المكان اللي هي بتظهر فيه، فارتحت منها، فضل عندي الاكسبريشن والتير والماتش. طيب الان السؤال، هذا الكود اللي بعد التعديل كيف انا بدي اعمله بالجافا؟ طبعا احنا عارفين انه الجافا باختصار هي لغه اوبجكت اورينتد. طيب قلنا لغه البرمجه بتعتمد بتاعت الجافا على الاوبجكت اورينتد، وبالتالي كلها بتلاقيها مبنيه على كلاسز، وبعدين بتيجي في المين ايش بتسوي؟ انستنس من هذا الكلاس على شكل اوبجكت وبتبتدي الشغله. الان انا قاعد بتكلم هنا كبارسر، فكيف تتوقع هذا الكود بده ينحط كبرمجه؟ وين بدي احطه؟ اكيد الشاطرين ايش بيقولوا؟ اكيد لازمني اعمل كلاس اسمه بارسر، وجوا هذا الكلاس احط كل الفانكشنز الخاصه بمين؟ بهذا البارسر. وباجي على المين، لما بدي اعمل عمليه بارسنج ايش بسوي في المين؟ بعمل منه انستنس اوبجكت، وبعدين بستدعي اي فانكشن عشان اعمل عمليه البارسنج. الستارت سيمبل اللي هي في حالتي مثلا اكسبريشن. يبقى اقصد انه تحويله لموضوع جافا مش موضوع صعب. انا بس الهيكليه تاعت جافا، الهيكليه زي كلاس، لكن كل الكود زي ما هو وين بده يروح يقعد؟ بده يقعد جوا هذا الكلاس، وجوا المين انا بفعله باختصار يعني. طيب تعالوا نشوفها كيف كبرنامج جافا. شايفين؟ بدا برنامج عادي، قال انا بهمني يكون في عندي كلاس وسميه زي ما بدك، بس احنا بنسميه تسميه ريليتد للشغل تبعنا، فانا بعمل عمليه بارسنج يعني بدي بارسر، فراح سماه كلاس بارسر. طبعا لاحظ ايش عرف جوا فاريبل؟ ليش انا بلزمني اللوك اهيد؟ ليش بلزمني؟ لانه عمليه البارسنج مستحيل تتم الا لازم يكون في لوك اهيد واقف على الكلام اللي كتبه المبرمج. مش انا بصير عملت مقارنه بين الشيء المكتوب وبين اللي المفروض يكون مكتوب او السنتاكس تبع اللانجويج. اذا لازم يكون في عندي لوك اهيد موجود. عشان هيك هو قال لي خلاص هذا اللوك اهيد هيو موجود، اللي هو حيمثل التوكن الحالي الموجود اللي جايين المفروض من الليكسيكال. طيب ايش هاي عباره عن ايش هذه؟ البارسر بين قوسين في البرمجه ايش معناها؟ كونستراكتور، صح؟ ميثود، لكن هي كونستراكتور.
ايش يعني كونستراكتور؟ يعني هذه الفانكشن يتم استدعائها بشكل اوتوماتيكي اول ما تعمل كرييشن للاوبجكت من المين. يعني بمجرد ما انت تعمل كرييت للاوبجكت اوتوماتيك الكونستراكتور بيتم استدعائه. ايش في جواته ينفذ؟ طبعا لاحظي ايش كاتب هو جوا الكونستراكتور هذا؟ قاعد بحط قيمه لللوك اهيد. ليش لازم يكون في عندي لوك اهيد كبدايه؟ لانه بدون اللوك اهيد مش حيصير عمليه بارسينج. احنا تنسيش عمليه البارسينج بدها طرفين، الطرف اللي هو الكود اللي قاعد يتشجر وقاعد يعمل لي السنتاكس وبوصفه، والطرف الثاني اللي هو اللوك اهيد اللي هو واقف على الكلام المكتوب من المبرمج اللي بتتحقق منه. فاذا الطرفين مش موجودين ما بقدرش انا اعمل عمليه البارسينج. لازم هذا يكون موجود ولازم هذا يكون موجود. الان الاكواد او الفانكشنز الخاصه بوصف الجرامر لازم تكون موجوده تحت. الان بضل مين ناقص معايا؟ اللي هو اللوك اهيد هذا. فعشان هيك انا ايش سويت؟ سويت شغلتين، عرفت اللوك اهيد كفاريبل واعطيته جوا الكونستراكتور قيمه ابتدائيه. طبعا من وين حياخذ القيمه الابتدائيه؟ لاحظي هنا من المبرمج، من اليوزر اللي قاعد شغال. هو الاصل في المستقبل من وين ناخذ القيمه هاي؟ مش من اليوزر الاصل. الاصل انه في ليكسيكال انالايزر بدخل على الملف بيروح بقطعه لتوكن، بيمسك التوكن ببعث لي اياه واللوك اهيد بيقف عليه، هيك الاصل. لكن لانه احنا لسه ما اخذناش الليكسيكال انالايزر فقلنا مؤقتا بنحط قيمه اللوك اهيد من الكيبورد. شفتي كيف؟ يعني انت حيطلب منك اول ما تعمل كرييشن للاوبجكت حيطلع لك رساله دخلي كاركتر مثلا. الكاركتر اللي حتدخليه حيفترضه هو شو؟ التوكن اللي انبعت. لكن زي ما قلت انا الكود الكامل تبعنا ما بيكونش بيقرا من السكرين من اليوزر زي هيك، بيكون بيقرا من وين؟ من الملف بيجيب لي التوكنز، الليكسيكال بيجيب لي اياه، وهذا اللي حنعدله بعدين في مشروعنا اللي في نهايه شابتر 2. طيب؟ حنتكلم عنه بعدين. الان تعالي تطلعي، عاد كل اللي موجود هنا يا بنات الان ايش؟ هو نفسه البسيدو كود اللي قبل شويه جابه حطه. هاي بدا بفانكشن اسمها اكسبريشن، استدعى تيرم ونسخ مين؟ نسخ الريست. شايفه ما استدعاش ريست، احنا قبل شوي كان بيستدعي ريست، الان بطل يستدعي ريست، فراح عملها كوبي بيست وايش؟ ونسخها زي ما هي. شايفه كيف؟ هي نسخ. بس لاحظي شيء، ملاحظه صغيره، في الجرامر كنا نكتب هنا برنت، برنت صح؟ مش برنت زائد. الان انت بدك تطبقيها بالجافا، كيف بدك تعملي برنت؟ فالان عندك حريه الخيار، بدك تطبعي على ملف بتطبعي برنت على ملف، بدك تطبعي في الكونسول بتطبعي في الكونسول، هذا شيء بترجع لك. يعني هذا امر تنظيمي، المهم طب ايش حيطبع خلاصه الكود لما استدعيه؟ حيطبع البوست فيكس، انتبهي. عشان هيك بتلاحظ انت بتحط الزائد بعد عمليه الاوبريشن بقول لك اطبعي زائد. الرقم بعد الرقم اطبعي رقم، فلو احنا اتبعنا كل الطباعة اللي صارت حلاقيه بيطبع ايش؟ البوست فيكس. عشان هيك انا ايش بقول؟ انت قاعده تنظم الكود وتعمل عمليه الطباعه وين؟ على ملف. فبتشوفي بعد ما يخلص التنفيذ انه ايش طبع لك للانفيكس في الملف؟ البوست فيكس لو بدك، تمام؟ طيب احنا لسه ما شغلناش، ديري بالك عمليه البارسنج، انا لسه قاعد بهيئ البارسر انه هي الفانكشنز اللي بتعمل عمليه البارسنج. عمليه البارسنج حتتم من المين كمان شو حنشوف كيف، بس الفكره تبعتي انه كل الكود اللي كان قبل شوي بسيدو كود اجى زي ما هو قاعد في الجافا بدون مشاكل، بس جوا الكلاس قاعد، يعني مش هالقصه الصعبه، تمام؟ المهم بعد ما خلص من الاكسبريشن ايش تتوقع حتلاقي؟ حنلاقي تير. تعالوا نشوف كود التير. هاي كود التير، بتتذكر الجرامر تبع التير؟ الجرامر تبع التير كان كم جمله، كم برودكشن؟ كانوا 10، مش كان 0 1 2 3 لغايه 9. بدل ما انا بالضبط، بدل ما انا اعمل اف لوك اهيد تساوي 0 برنت 0 ماتش 0 اف لوك اهيد 1 ماتش 1، بدل اعمل 10 مرات ايش سوى؟ تعال طلع ايش سوى. انا قال باختصار، هل اللوك اهيد ديجيت، وهذه جاهزه وموجوده في الجافا، هل اللوك اهيد ديجيت؟ ليش؟ لانه احنا قلنا السنتاكس تاع اللانجوج بتعامل مع ايش؟ ديجيتس يفصلهم زائد او ناقص، ف
فلو هو كاتب حاجة غير الديجيت المفروض مش في السنتاكس، المفروض يكون غلط. عشان هيك ايش بنقول له؟ إلس. يعني إذا مش ديجيت ايش بيكون عند النتيجة؟ ايرور. إذا يعني افترضي أنا أول ما بديت حطيت حرف اتش كإنيشاليزيشن مثلا، حيقرا ها طب هذا الاتش مش ديجيت، بيطلع على طول ايش بيقول لي؟ ايرور. خلص شفتي كيف؟ طيب افترضي أنا ضغطت على 9 ديجيت، حيدخل جوا وين؟ الاف كونديشن، لانه بالفعل هي ديجيت. ايش انا بدي اقول له على جوا الديجيت؟ ايش رايك ايش بدي اقول له؟ لو قلت له ماتش وبرنت راحت، فقدامي خيارين، يا بعمل تم وبخزن قيمه الديجيت هاي وبعدين بعمل ماتش بعدين بقول له البرنت، يا اما قلنا المره اللي فاتت انه لو طبعنا قبل مش حتفرق واثبتناها المره اللي فاتت، وبالتالي ممكن اقول له برنت بعدين ماتش، لانها مش حتفرق. عارف لو كانت بتفرق ممنوع اعمل الحركه هاي، كان لازم تم تستخدميه. لكن احنا شفنا المره اللي فاتت لو طبعت قبل الرقم حيضل بوست فيكس المره اللي فاتت منها. عشان هيك طلع ايش سوى؟ قال اطبع في الاول وبعدين ايش؟ اعمل ماتشنج. طيب سؤال صغير، ليش بحط لي كار قبل اللوك اهيد؟ لانه ليش كاستنج؟ لانه طلع ويش معرف فوق اللوك اهيد؟ معرفه انتجر، مزبوط. طب ايش بصير لما اكون انا معرف الاكس انتجر واجي اعمل زائد زي؟ طب هذا معرف انتجر، ايش بصير؟ ايش بتخزن في الاكس؟ بينفع؟ ليش بينفعش؟ ايش بتخزن في الاكس؟ بتخزن في الاكس الاسكي كود تاع الزائد. الزائد له مكان في الاسكي كود، مثلا مكانه 70، بيروح بتخزن جوا الاكس قيمة 70، تمام؟ والعكس صحيح، لو انا عامل انت اكس تساوي 50 وجيت قلت له اطبع كار اكس، لو قلت له اطبع كار اكس ايش حيطبع؟ مش هذا رقم 50، حيروح على الاسكي كود عند رقم 50 ايش الكاركتر حيطبعه؟ فعادي جدا. يعني انا حتى لو انا معرفه انتجر وقلت له يطبع لي ككاركتر، بالحاله هذه بروح على الاسكي كود بشوف شو الكاركتر اللي قبال هذا المكان وبطبعه. والعكس صحيح، لو انا معرفه كاركتر وقلت له اطبع لي اياه كانتجر بطبع لي مكانه في الاسكي كود. هذه معلومه لازم تكوني عارفاها في البرمجه، فيش فيها مشاكل. هو الان معرف اللوك اهيد، ايش معرف اللوك اهيد؟ انتجر. وبالتالي لما نخزن فيه علامه الزائد ما تخزنتش زائد، تخزن مكان الزائد الاسكي كود تبعها. طيب انا الان لو قلت له اطبع اللوك اهيد وسكتت حيطبع رقم الاسكي اللي فيه الزائد. طب انا لا، بدي اشوف الزائد في الطباعه عشان البوست فيكس. عشان هيك قلت له حولها هذه القيمه لكار، ففي الحاله هذه ايش حيطبع في البرمجه؟ حيطبع الزائد. وضحت؟ يعني ما في مشكل بين الكار يكون انت او كار، خلص يا بتعامل مع الاسكي كود يا بتعامل مع الكاركتر، اتس اب تو يو كيف انت في البرنامج تطلبي، تمام؟ عشان هيك هاي هتطلعي ايش قال؟ اطبعي. عارف لو مش كاتب الكار هاي ايش كان حيطبع؟ الاسكي تاع الديجيت هاي او تاع الكاركتر اللي هاي. انا بقول له اطبع كار، خلاص على طول بيطبعه ككاركتر. طيب الان الترم من 0 ل 9، طيب شو المشكلة؟ المفترض انه هنا مش يطلع زائد. لا اصبري علي، اصبري بس معي شوي. انت الان نميز بين شغلتين، انا مش بس عندي ارقام، انا عندي ارقام وعندي اشاره زائد وعندي اشاره ماينس، مزبوط ولا؟ هذا بدك تكوني فاهمها في الاول 100%. اللوك اهيد هذا في النهايه، فاللوك اهيد الان ممكن ياخذ ديجيت وممكن ياخذ اشاره زائد او ناقص. الان انا طالما خلاص عرفته من الاول انتجر، خلاص لو اديته انا رقم 9 مثلا حيسجلها 9 كنمبر، لان انا عامل انه هو انتجر. لكن افترض اديته زائد، حيروح اسكي كود هذا الزائد وين مكانه؟ 50، بكتب جوا 50. خلص هيك هيك بتصير اللوك اهيد تخزن قيمها. الان في موضوع الطباعه شيء ثاني، انا قلت لك انا كيف بتخزن. الان هذه القيمه انتجر اللوك اهيد، انا قاعد اقول له اطبعها، طالما ما عملتش كاستنج لها حيطبعها كانتجر، حتى لو زائد حيطبع لي 50 مكانها او 30 حسب مكانها. لكن اذا حطيت انا لاي رقم انتجر بين قوسين كار اطبع لي ككاركتر، في الحاله هذه مش انه حيقول لي غلط، حيروح يشوف هذا الرقم 50 ولا 60 الفاليو اللي جوا اللوك اهيد ايش عقبالها كاركتر، ويروح يطبع لي صوره الكاركتر تبعها. هيك بتشتغل البرمجه. وضحت؟ فما في اي تعارض
انه انا معرف اللوك اهيد انتجر وقاعد بخزن فيه زائد او ناقص او ضرب. انا مش هلاحظ القصة هاي لانه انترنالي جوا في اللوك اهيد حيحط قيم انتجر، لكن لما انا بقول له اطبعها ككاركتر برجع يطبع لي اياها زائد وناقص ككاركترز، فما في عندي اي مشكلة. تمام، فهي كل القصة في الموضوع اللي هذا. طيب على كل الاحوال بعدك ايش عندي؟ فانكشن مين؟ الماتش. الماتش ايش تسوي؟ بدها تتاكد انه اللي جاي اللي المفروض يكون مكتوب ويشوف المكتوب اللوك اهيد بيساوي بعض ولا لا. اذا بيساويش بعض على طول الطرش قال لي اذا بيساويش بعض ايرور، صح؟ بيساوي بعض ايش نسوي؟ مش بده يرجع للاستدعاء واللوك اهيد ايش بيصير فيه؟ مش اللوك اهيد يمشي خطوه؟ ايش عم يمشي خطوه؟ مش بده يشوف التوكن اللي وراه؟ طب انا ما عنديش الان ملف يجيب لي توكنز، فايش قلت له؟ اقراها من اليوزر، بهمش مشيها من اليوزر. شفتي كيف الان حنصير من وين ناخذ كل مره التوكنز؟ من اليوزر، لانه ما عنديش فانكشن الليكسيكال اللي بتجيب لي التوكنز. فكل مره ما بده توكن حتلاقيه بيقول لك انت دخلي لنا اياه. فحتصيري انت لما تعملي هذا الكود تبرمجيه حتصيري تشتغلي شغلتين، تصير قاعده بتدخلي في الانفكس 9 ناقص 5 زائد 2، هو قاعد على ايش؟ بفحص الارقام اللي انت بتدخليها وبكتب عقبالها البوست فيكس. مش انه ملف مكتوب وراح جاب منه التسعة وجاب منه الناقص وجاب منه، مش هيك. قاعد كل ما بده توكن بقول لك تفضلي دوسي، فانت تدوسي 9 حيطلع لك رساله هاتي كمان ماينس، الماينس صح هاتي كمان 5، الخمسة صح هاتي كمان، ضغط غلط بيطلع لي سنتكس ايرور. طول ما انا قاعد بشتغل معاه بعطيه قيم صح، هو قاعد بيشتغل بارسنج وايش بيطلع؟ بيطبع البوست فيكس الحاجات اللي انا مدخلها. طبعا هنا لاحظي ملاحظه صغيره، انه ممكن انت لو عملتي نفذت الكود هذا تلاقي انه الان والرايت في نفس المكان في نفس الكونسول قاعدين بيشتغلوا، فممكن تتخربط. فانت عشان ما يصيرش مشاكل ممكن تعدل على كودك انه يقرا ماشي في الكونسول ويطبع في مكان ثاني بعيد عشان ما تتلخبطيش. انت لو نفذت هذا الكود حيقول لك حتلاقي رساله دخل 5، دخلت 5، طب ما طبع يمكن كمان شويه 5، فتلاقي 5 و5 جنب بعض لانه قاعد في نفس المكان بقرا في نفس المكان بيكتب، فممكن ما تلاحظيش كيف حول. فانت عشان تشوفيها بشكل واضح لو جيتي بس عدلتي على الكود موضوع الطباعه، طب اعطيه في بوكس ثاني مش في نفس البوكس او في ملف ثاني بيكون اريح، ببين بشكل اوضح الكود. وضحت؟ طيب الان لسه لحتى الان يا بنات انا ما فعلتش عمليه البارسينج، انا بس اسست الكود اللي بده يعمل بارسينج وكان عملت التاسيس سيمبل خالص. كل الفانكشن ساعه البسيدو كود كلها حطيتها وين؟ جوا الكلاس، لكن لسه ما استدعيت، ما عملت كرييشن، ما سويت بارسينج. تعال نشوف كيف البارسينج بيتم، كيف انا بسوي، كيف بيشتغل الكود. هاي الجافا طبعا هيها تبدي الفانكشن مين عادي زي ما بتعملي. شايفه ايش اول سطر؟ عملت اوبجكت سميته بارس من نوع بارسر. عارفه بعد تنفيذ هذا السطر ايش بيصير؟ بيكون راعي الكونستراكتور، والكونستراكتور بيكون بده قيمه لللوك اهيد، فبكون سالك الكيبورد دخلي لي قيمه اللوك اهيد، لانه بتنفيذ السطر هذا بيكون استدعى الكونستراكتور اوتوماتيك. ولو طلعت تشوف الكونستراكتور قاعد بيستنى منك لوك اهيد لانه في سي ان فوق جريس ريد. هاي اللي ناسيين هاي شايف الكونستراكتور ايش بقول لك؟ بيستنى منك ايش؟ ضغطه على اساس يبدا يلقط اللوك اهيد الاولاني عشان يبدا يشتغل. عشان هيك انت بمجرد ما تعمل الجمله هذه في المين خلص بيكون بيستنى منك ايش؟ الكيرسور عندك انا دخلي كاركتر على اساس يبدا كلوك ايش؟ كلوك اهيد ابتدائي. الان صار عندي اللوك اهيد موجود. كيف عمل عمليه البارسينج؟ بدك تستدعي الستارت سيمبل اللي هو الستارت فانكشن، مش هيك؟ اللي هي مين في حالتنا؟ اكسبريشن. عشان هيك ايش قال لك؟ قال لك هذا البارس دوت اكسبريشن. خلص عارفه بس هذه المنطقه خلص حيبدا عمليه بارسنج الان، لانه استدعى الستارت فانكشن اللي هي ستارت سيمبل اللي هي الاكسبريشن. هذا حيفوت يقارن اللوك اهيد مع اول حاجه موجوده عنده في الكود، لقاهم شبه بعض حيطلب مني في الكيبورد ايش؟ هات كمان لوك اهيد. لقاهم غلط ايش بيسوي؟ بيطلع. ف
فطول ما انت الان ماشيه معاه في الكيبورد داخل القيم صح 9 ناقص 5 2 بضل قاعد البارس هذا ايش الاكسبريشن يتنقل وين في البسيدو كود اللي كنا عاملينه قبل زي ما تعلمنا زي ما عملنا سيميوليشن للفور احنا مره فاتت عملنا سيميوليشن للفور صح ولا لا عشان تشوف عمليه البارسنج فنفس الفكره بضل خلص ماشي مش هيوقف الا كيف يوقف ادخل شيء غلط بيطلع بقول لي سينتاكس ايرور طول ما انا قاعد بدخل شيء صح بلاقي بيطبع البوست فيكس صح بدون مشاكل طبعا انا زي ما قلت الكود هذا كود بس ابتدائي ممكن تعدلي عليه وتظبطيه وبدك وقت يوقف اذا حطيتي له كذا يوقف اذا عملتي يعني بتقدر تعدلي عليه هو حاطط زي اساس بس انه قال لك كل بسيدو كود السابق خديه حطيه جوا الكلاس زي هيك وبعدين من تحت من المين اعملي صوره من هذا الكلاس استدعي الفانكشن الاساسيه بتبدا عمليه البارسنج طبعا مش حقدر استدعي الفانكشن الاساسيه اذا اللوك اهيد ايش موجود عشان هيك عملت في الكونستراكتور لوك اهيد واديته قيمه ابتدائيه خلصنا طب في المستقبل كيف عمليه اللوك اهيد حتكون مش هعمل عمليه سي ان هنا وينها في الماتش اللي قبل شويه ولا هعمل في الكونستراكتور سي ان حصير اقول له استدعي الفانكشن ليكسيكال اللي بيقرا من الملف هذيك الفانكشن ليكسيكال حتروح تفتح الملف وتدور وتلاقي التوكن تقول له هاي التوكن تفضل هاي التوكن خلاص يعطيني العافيه فكل مره بدك لوك اهيد حصير كل مره تستدعي مين الليكسيكال اليوم احنا استعرضنا عنها بايش باليوزر بس هي باختصار الفكره وضحت هيك انا خلصت هذا الكود ما فيش شيء الان بدنا الدرس المهم في اسئله تفضلي فوق تفضلي هلا في الاس ديجيت بيعمل ماتش ببعث الماتش للاس ديجيت ثواني وين هالاس ديجيت اول شيء بتبع الرقم بعدين بيعمل له ماتش في الاس ديجيت مار ايش سؤالك الآن معلش شوي بس أصبر علي الآن أنا كاتب رقم مثلا 9 خلاص لقاه هو ديجيت مظبوط الجرامر إيش كان يقول لي سوي الجرامر ارجع للبرودكشن إيش كان يقول لي مش هذا برمجة فعلية للجرامر الموجود لما كان يقول لي الترم بطلع 9 مش كنت أنا بعمل أكشن برنت 9 انت كودك اللي بتعمليه مش على كيفك بتعمليه انت كودك اللي بتعمليه بتنفذي الجرامر لانه احنا اكتشفنا مسبقا زمان اذا نفذنا الجرامر برمجناه اوتوماتيك حيطبع ويشتغل صح احنا كنا زمان بنفكر كيف نعمل الجرامر اللي بيحول صح فاذا برمجت هذا اللي بيحول برنامجي خلاص حيشتغل زي ما كان الجرامر بيسوي مش هيك اتفقنا طيب الان انا عندي امر ايش بقول لي بقول لي لما انا الترم اطلع 9 بدي ايش اسوي اطبع 9 ليش هو بيطلب طباعه عشان اقدر اشوف البوست فيكس للانفيكس تمام الان احنا قلنا المره اللي فاتت لو انا طبعت قبل ولا بعد الرقم مش هتفرق معايا تمام 100% الان جينا للاس ديجيت فانا طبعت قبل الان خلص ايش يعني طبعنا خلصنا 9 لقيناها موجوده ومشينا ايش نسوي بعد هيك مش المفروض انه نشوف اللوك اهيد اللي وراه احنا بعد ما بنطبع مش لازم امشي اكمل ولا اطلع من البرنامج مش بدي امشي اشوف اللوك اهيد اللي وراه مش بدي اقول هذا الفحص تم وهذا الرقم موجود وما فيش مشاكل الان امشي يا لوك اهيد افحص الناس المكتوبه ورا من وين الفحص هذا بيمشي من الماتش فانا عشانك ببعث له خلص التسعة اتاكد انه هي نفس المكتوب نفس اللي بده يجي اتاكد الماتش الماتش ايش حيسوي حيمشي خطوه فلازم اعمل الماتش باختصار مش بس عشان يتحقق وعشان يمشي اللوك اهيد للي وراه انا قصدي انه ماتش مثلا التسعة زي ما بتقول طب ممكن يكون اي رقم ماشي ما هو مخزن هنا اللوك اهيد افترض اللوك اهيد 5 ايش حيطبع هنا 5 صح الان ايش قلت له ماتش انا ايش بعثت له الخمسه فالان هيروح يقارن هناك الماتش الخمسه ويشوفها ديجيت ولا مش ديجيت مزبوط ولا لا هي الماتش طلع في الماتش قصدها يا دكتور اللي كتبه اليوزر مع مين بده يتقارن ما هيها مع مين مع اللوك اهيد اللي بيكتبها حاليا حيدخلها المبرمج مع مين اليوزر بدها تقارن مع هاي مع تقارن مع التيلي طب ما بقول هذا الكلام ايش اللي مش واضح عندك التيلي في الماتش ماشي المفروض تكون مكتوبة صحيح
مع مين بدها تتقارن؟ بس اصبري، مع اللوك اهيد اللي بده يدخلها اليوزر الان. مزبوط. اذا اليوزر الان، افترض اليوزر عشان افهمك الصوره، انا قلت له ماتش 5 صح؟ اجى اليوزر لقى انه اللوك اهيد اللي انا دخلتها مش 5 زائد، صار غلط. المفروض يجيني ديجيت الان، فلازم يكون مكتوب ديجيت عشان يمشي من هذا الفحص ويكمل. افرض انا كنت كاتب زائد، افرض انا كنت كاتب فتحه قوس، حيقول لي خلص انت مش كاتب زي ما هو مطلوب ديجيت، انت كاتب حاجه ثانيه، كاني كاتب 9 زائد قوس او 9 زائد زائد، فمش حيكون صح الا اذا هو كان كاتب كمان ديجيت. طب كاتب ديجيت ديجيت الان، ايش المفروض يجينا بعد هيك؟ اشاره مثلا. فبقول خلص تجاوزنا، ارجع كمل كودك شوف ايش لازم يجي بعد الديجيت. وضحت ولا لسه؟ اذا مش واضحه هاي سالتها مش مشكله. كيف رقم ثاني؟ ليش؟ هي المعادله. انت انتبهي، انت هان انت بعثتي له ايش؟ نفس الرقم اللي عندك، مزبوط؟ ليش؟ لانه انت عندك الان ديجيت، افترض انه اللوك اهيد كان 5 مثلا. الان ايش قلنا ماتش؟ تعالي على ماتش نفذي في ماتش، ايش انا بقول له؟ هل الخمسه تكافئ التي اللي عندي هان؟ التي شو قيمتها التي هان؟ شو قيمتها التي؟ اللي هي الخمسة هذه، مزبوط؟ ايش اللوك، عفوا اللوك اهيد، ايش هذه اللوك اهيد؟ اساسا حتكون 5 في مثالي لانه كنت دخلها قبل. هو لما وصلها مش كانت لوك اهيد داخلة؟ فهي دائما أول مرة حتكون شبه بعض أول مرة. لأنه هان دير بالك هي خانة مع نفس الخانة بتكون، فدائما بتكون واحد. أنت المشكلة وين؟ بتبين معك أكثر. لو كانت الإشي له ستراكشر مكون من أكثر من واحدة. يعني زي لما بقول انا مثلا الاف لازم يجي وراها فتحه قوس، لازم يجي وراها فتحه سيريز، ففي عندي سيره، فالاف الاولانيه لازم يكون دائما زي بعض، مش انت اصلا اخترت البرودكشن بناء على الاف، ففي اول ماتش بيكونوا زي بعض، لكن اللي بعد هيك بصيروا يتغيروا. انا عندي في سؤالي هذا للاسف كلهم ايش؟ من واحد، فدائما حيطلع زي بعض، لانه اللوك اهيد اللي انقرات هي نفس اللوك اهيد اللي انبعثت في المثال هذا، لانها من ديجيت، فدائما حيطلعوا نفس بعض. فهمت؟ لانه بيكون قرات قبل. طيب تمام، وضحت؟ طيب الحمد لله. طيب الان خلونا نتابع، في اي سؤال على هذا الكود، هذا البرنامج؟ طيب خلونا الان ندخل على الدرس المهم جدا، هذا المفروض خلص بسرعه، المفروض الكود هذا ما اخذناش فيه وقت، لانه الاصل احنا عارفين اللي بسيدو كود المره اللي فاتت، والمفروض اليوم على طول ايش؟ بس حطيناه في جابه وخلصنا، ما شرحناش فيه شيء كثير، لكن يلا لعله خير. طيب خلينا ندخل في الدرس المهم، موضوع الليكسيكال اناليزيس. متذكرين الليكسيكال ايش يسوي؟ ايش بيعمل الليكسيكال؟ ايوه، بيمسك الملف، بيشتغل في الملف، وبروح بيطلع لي كل التوكنز اللي موجودين وين؟ في هذا الملف، تمام؟ طيب تعالوا نشوف ايش المهام اللي بده يقوم فيها الليكسيكال. طبعا احنا يا بنات ايش انواع التوكنز اللي اتفقنا ممكن نلاقيها في المرحله هاي؟ شو هم التوكنز؟ لا لا، كانواع حتقولي لي ممكن نلاقي نمبر. خلينا نتفق على التوكنز اللي نتعامل معهم. ممكن نلاقي نمبر. ايش انا بقصد نمبر؟ يعني ممكن يكون كاتب في الملف 500 256 21، ممكن يكون كاتب ارقام، وبدنا نفرض هنا الارقام كونستانت، مش بفواصل، مش ريال، مش فلوت. خلاص الارقام اللي هتعامل معها ارقام ايش؟ انتجر. اذا التوكن المحتمل الاولاني يكون عندي نمبر. طب هل في توكن ثاني؟ ممكن التوكن يكون ايدنتيفاير. ايش بقصد بالايدنتيفاير؟ يعني يكون مثلا كلمه بوزيشن، كلمه ريت، كلمه انيشال، اكس واي، وات ايفر. هذا برضه كله وحده اسمها ايش؟ ايدنتيفاير توكن. وممكن التوكن يكون كمان كي وورد، يعني زي الاف، زي الوايل، زي الدو، زي زي زي، هذه كلها الكلمات، البريك الى اخره، كلها كلمات محجوزه ممكن تكون توكن. بعد هدول حنفترض انه اي كاركتر قائم بذاته هو توكن. خلص يعني هي فرضيتنا الان في المرحله هاي. يعني الان اذا هو مش نمبر، واذا هو مش كي وورد، واذا هو مش ايدنتيفاير، خلص هو الكاركتر هذا الموجود لحاله بحاله توكن. زي ايش مثلا؟ زي زائد، زي ناقص، زي ضرب، زي قسمة،
زي فتحة قوس، زي تسكيرة قوس، زي فاصلة مربوطة، فاصلة عادية إلى آخره. طب حد بيقدر يجيب لي مثال يقول لي لا طب ما في توكن تانيات غير هدول مش من كاركتر واحد من أكتر؟ في حد بيقدر يذكر لي حاجة يقول لي هاي كذا؟ تو أنا فرضت assumption، قلت إذا مش ID مش keyword مش number خلاص توكن قائم بذاته. في حد ممكن يقول لي لا ما في حاجات غير هيك ممكن؟ زي ايش؟ أكبر أو يساوي. فهمت؟ هذا بتكونش في القاعدة تبعتنا. افرض أكبر أو يساوي، افرض يساوي يساوي، افرض لا يساوي. أيوة أور. شفتك؟ يعني إحنا لا ممكن يكون في توكنز مكونين غير اللي أنا قلتهم من خانتين، لكن إحنا اليوم في الكود في السكشن هذا بده يفترض هذول زي مش موجودين خلاص، إنه الأكبر يساوي الأصغر كله كاركتر واحد. لكن أكيد لو أنا بدي أضبط الكود اللي حنكتبه عشان يعمل الحاجات هذه بقدر أضبطه، بس زي ما قلت في assumption بادي في السكشن إنه قال خلاص اعتبر إنه التوكنز اللي عندي ID keyword number وبعد هيك كل كاركتر قائم بذاته. لكن هذه فرضية مش حقيقية 100% بدليل يساوي يساوي أكبر يساوي، صح ولا لا؟ وضحت إيش حنشتغل؟ فاهمين إيش بقول؟ أنا بأسس للي بقول، مش كمان شوية تقولوا لي وهاي وهديك. طيب تعالوا نبدأ نشتغل. الليكسيكال حيقوم الآن بمهمتين رئيسيتين. المهمة الأولى بده يريحني من السبيسز والنيو لاينز والتابز والكومنتس، كل هذا بده يشيله ويريحني منه. هذه مهمة أساسية موجودة في الليكسيكال. المهمة الثانية اللي احنا عارفينها انه بده يتعرف على التوكن اللي هو الوحدة الواحدة وياخده، واذا له اتريبيوت يحسب له اياه ويبعث للناس اللي بعثوا له اتفضل لقينا توكن كذا اتريبيوته كذا مثلا، واحنا اخذناهم كلهم معدودين. يعني لو لقى نمبر حيبعث يقول لقيت نمبر، وايش يبعث معاه؟ قيمته 25 15 200 حسب القيمة اللي لقيها، صح؟ لو لقى ID حيقول لقيت ID وايش قيمته؟ يا اما مكانه في السيمبل تيبل البوينتر اللي عليه، يا اما الليكسيم المكونه له الحروف المكونه لهذا الاي دي. نفس الفكره لو لقى كي وورد حيكون حروفه المكونه له IF Y Do الى اخره. طيب لو طبعا ما لهش اتريبيوت لانه الاف هو نفسه اف، لما يقول لقيت اف ما خلص بدهاش اتريبيوت، لقيت واي بدهاش اتريبيوت، تمام؟ طيب لما يلاقي كاركتر قائم بذاته توكن زي الزائد او الناقص او الضرب او القسمه ما فيش له اتريبيوت، خلص بقول له لقيت زائد لقيت ناقص. فهيك حنتعامل احنا في هذا السكشن. لكن ما نستغربش انه لو لقينا مثلا في مكان ثاني انه عامل الزائد والناقص والضرب والقسمه توكن اسمه اوبريتور، في الحاله هاي لازم يضيف اتريبيوت عشان اعرف مين فيهم. لكن على حالتنا اللي احنا اللي سهله كل كاركتر قائم بذاته توكن ما بدوش اتريبيوت باختصار في الحاله تبعتنا. اذا وظيفه الليكسيكال الثانيه بعد ما بشيل السبيسز والامور هذه كلها انه يعرف شو هو التوكن ويبعته للجهة اللي وراه مع الاتريبيوت لو كان له اتريبيوت باختصار. وضحت؟ طيب تعالوا نشوف الان كيف الليكسيكال بيشيل السبيسز، كيف بتخلص منها وبريحني منها. طبعا اكيد لازم نكون احنا فاتحين الملف، واكيد لازم نكون نبدا نقرا ايش في الكاركترز مش هيك عشان نقدر نعرف. فالبيك هذا يا بنات اللي في الكود، البيك هذا وين بيكون واقف؟ على اول كاركتر، على اول كاركتر يا في الملف يا انا ممكن اكون جبت من الملف على بفر، هذا هنشوف القصه بعدين. المهم اعتبره الان في الملف مؤقتا، على اول كاركتر في الملف البيك واقف ماشي الحال. الان ايش بيسوي الكود؟ طبعا انتم مستغربين انه الفور، انتم متعودين تاخذوها الفور ثلاث اجزاء، مزبوط ولا لا؟ انتم بتاخذوا الفور على اساس اشي فاصله مربوطه اشي فاصله مربوطه اشي، مش هيك؟ انا بس بدي افهمك الفور. الاشي اللي بيكون في الجزء الاول هو عباره عن ايش؟ عباره عن جمله للانيشاليزيشن، يعني بيطبقها لمره واحده في الفور. اول ما بفوت الفور ايش فيها بيطبقها وعمره ما بيرجع لهاش بعد اليوم، خلص بيطبقها مره واحده. اللي هنا الكونديشن، يعني افوت في اللوب والله ما فوتش في اللوب على حسب الكونديشن، وبالتالي لو هذه مش موجوده معناها دائما حيفوت في اللوب.
الجزء الأخير هذا يا بنات، هذه الجمل اللي هان تنفذ في آخر الفور، في آخر الفور قبل ما يرجع إيش مكتوب هان بنفذه. يعني عارفة لو أنا بدي أحول هذه لوايل إيش بسوي؟ هذه مثلاً A B C، لو بدي أحولها لوايل باجي بكتب A قبل الواي، بعدين باجي بقول له وايل B، وبعدين آخر إشي في الكود C لو بدي أعمل زي. شفتي باختصار؟ يعني هاي بتكون وين موجودة؟ في الآخر تنفذ، وبعدين بيرجع يشوف البي يدخل ولا ما يدخلش. الآن نيجي للفور الموجودة هنا، لاحظي أول إشي سايبها فراغ، معناها مش عامل initialization، ما بدوش يبدأ بحاجة معينة. والكونديشن سايبه فراغ، إيش يعني كونديشن سايبه فراغ؟ يعني كل مرة حيفوت في اللوب، زي while through، إنه كل مرة يعني مش حطلع من اللوب إلا ببريك أو بإيرور أو بريتير، طالما هو مش حاطط لي شرط. يعني كل مره حفوت جوا اللوب مش حطلع الا بالحالات اللي بتطلعني خالص، اللي زي الاكسبشنز، زي الايرورز، زي الريتيرن، الامور هاي بس اللي بتطلع. هذه الجمله حتنفذ، بشوفهاش في الاول، هذه بعد ما بخلص الفور كلها بنفذها وبرجع على الفور. تمام؟ طيب الان البيك ايش قلنا؟ البيك واقف على مين؟ على اول كاركتر في الملف، على اساس بده يبدا يتعرف على التوكن، صح ولا لا؟ عاد ايش بقول لي؟ بيقول لي اذا هذا البيك، تمام، طبعا هو الان بادي ببيك معينه، لسه هذا البيك حتتنفذ كمان شويه حيمشي على اللي وراها، هو بادي ببيك معينه. ايش بيقول لي؟ بيقول لي اذا هذا البيك مالها بلانك، فراغ سبيس يعني، او تاب، ايش بيقول لي؟ دو نوثينج، ما تعملش شيء. ايش ما تعملش شيء؟ يعني لا حيفوت في الالس ولا حيفوت في الالس، وبعدين ايش حينفذ؟ حينفذ هاي ويرجع، مش هيك؟ لانه هاي بتتنفذ في الاخر قلنا. شو بقول له عاد هنا؟ بقول له الان خلص البيك هاي تمشي خطوه، لانه كانت سبيس بديش اعمل اشي، فمشي على اللي جنبها ورجع تاني. افترض اللي جنبها سبيس، مش حيدخل لا في الالس ولا في الالس اف هذه، وحيمشي عنها ويرجع، وحيمشي عنها ويرجع، وحيمشي عنها ويرجع. اذا الواضح انه طول ما البيك واقف على فراغات او تابز بهملها، قاعد بيمشي 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 بيمشي، بسيبه ما بعملش شيء، ارمي ارمي ارمي. هذه ملاحظه. طيب افترضي لقى بعد الفراغات انه نزل على لاين جديد، يعني نيو لاين، تمام، ايش بده يسوي؟ المفروض ما يسويش شيء كثير. تعال نشوف ايش بيسوي. بقول لك لو كانت البيك از نيو لاين يعني سلاش ان، ايش بدنا نعمل؟ قال بس بدي ازود عداد بواحد، عداد السطر. ليش بزود العداد هذا بواحد؟ لانه اذا بتتذكروا في الكومبايلر لما بكشف خطا بحاول يعطيك رقم السطر، بيقول لك في السطر العاشر، في السطر ال11، في السطر ال50. اذا ضروري الليكسيكال كل ما يشوف انه نزل على سطر يسجل معلومه انه انا صرت في السطر الثاني، او صرت في الثالث، او صرت في الرابع. شفتي كيف؟ فلو انا مش عامل هذه الجمله وكاتب له هنا بلانك اور تاب اور نيو لاين دو نوثينج، ممكن يكون نزلت 10 اسطر ومش عارف انا في اي سطر. فهنا قالوا خلص عشان نعرف السطر اللي احنا فيه، قال اذا البيك كان نيو لاين، هذا اللاين اللي هو بيكون في ابتداء بصفر، ايش بزوده؟ بواحد. فلما لقينا لاين زود بواحد، بعدين ايش؟ مش حيفوت هنا، حيرجع وين؟ كمان مره. فتخيل انت دايسه بعد 20 فراغ، دايسه 10 نيو لاينز، 10 انترز، ايش حيصير؟ في ال 20 فراغ مش حيعمل شيء، بعدين حيصير كل انتر بلاقيه بيزود عداد، الا بس ما بيعملش شيء، بيرجع لاين نيو لاين، بيرجع نيو لاين نيو لاين نيو لاين نيو لاين، بصير بس ايش؟ يعدهم مش اكثر، لكن هو في الاخر دو ناثينج، هذا بس عداد. طيب السؤال متى بده يفوت على الالس هاي؟ حتقولي لي حيفوت على الالس هاي بشرط ما يكونش سبيس ولا تاب ولا نيو لاين، بفوت. يعني بالعربي لو البيك لقط اي كاركتر خلص حيطلع من هذا اللوب. ليش؟ لانه ايش يعني بريك؟ يعني افترضي لقى، افترضي لقى رقم او لتر، مش حيفوت في الاف ولا في الالس تحت النيو لاين، وحيفوت في هذا. ايش بقول له انا؟ بقول له تفضل خلص اطلع انت من كل الفور. يعني ملاحظتنا المهمة انه مش حيطلع من هاي الفور الا اذا البيك كان فعليا واقف على حاجة ملموسة، بداية توكن باختصار. طول ما البيك على حاجة مش بداية توكن، فراغات، نيو لاينز، تابز، بيمشي عنها. اول ما يلقط بداية مشروع توكن،
يعني أول ما يلقط كاركتر بيطلع من هذه اللوب. طبعاً إيش بتوقع أشوف بعد هذه اللوب؟ بتوقع أشوف فحص هذا الكاركتر لأي توكن، هذا الكاركتر لنمبر، هذا الكاركتر لديجيت، هذا الكاركتر لأي دي. أكيد حيصير فحوصات هنشوفها كمان شوي، لكن إحنا الجزء الأول سهل ما فيش فيه إشي. وضح كيف عمل سكيب للفراغات والسبيسز والنيو لاينز. طبعا هتلاقوا في اسئله الكتاب في الاكسرسايزز بيقول لك افترضي بدنا نعمل سكيب مثلا للكومنت، لانه هذا برضو من مهام الليكسيكال، بس مش عاملها في هذا الكود. بالنسبه لك مش هتكون صعبه، ليش؟ لانه انت حتقولي مش هو مسك كاركتر، حتقولي اذا هذا الكاركتر سلاش حتقري الكاركتر اللي وراه، اذا كمان سلاش حتقولي له خلاص ضلك امشي 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 لغايه ما تلاقي سلاش ان جديده عشان نبدا نعيد من الاول الشغل. ليش؟ لانه احنا قلنا ايش يعني كومنت يا بنات؟ الكومنت بطريقتين، اذا انت عامله سلاشتين كيف بيشتغل؟ كله بيرتمى وبنزل على السطر الجديد وبيبدا يفحص. فانت قادر تكون تتكملي في كودك هنا، ايش تقولي؟ اجت سلاشه، اجت سلاشه، خلص طول ما شفناش سلاش ان، لانه سلاش ان معناها نيو لاين، طول ما شفتش السلاش ان اعتبر كانه سبيس، ما فحصوش. اول ما اشوف سلاش ان خلص بطلع من تحت الكومنت وبرجع على اساس نشوف ايش اللي مسكناه في السطر الجديد. طبعا بعض البنات يقولوا طب ما ممكن الكومنت تكون سلاش نجمه اللي هي بتاخذ نفس الفكره، ان لقينا سلاش لقينا نجمه، الان ايش حصير؟ اعمل سكيب كل كاركتر، ارمي 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 لما الاقي نجمه، وبعد النجمه الاقي سلاش بعيد خلاص اعمل كله سكيب. فعمليا انت كيف تقدر تحل الاكسرسايز مش صعب كثير اذا انت فهمت اللي انا قاعد بقوله، كيف نكشف التابز، كيف نكشف النيو لاينز، كيف نكشف الايدنتيفاير، كيف نكشف النمبر. فانا متاكد اذا فهمت اللي انا بدي اقوله كله على هدولك حتعرف تدبري حالك في موضوع انه شيل الكومنتس وشيل اللي هي سواء بالطريقتين. فاهمين ايش بقوله؟ ولا انا بسرح في وادي وانتم في وادي؟ فاهمين. طب الحمد لله رب العالمين. واللي ورا اسالكم عشان اتاكد انكم فاهمين، انا حاب اسالكم، انا مش مقتنع انه الكل فاهم. عشان نشوف احنا تشرع الفاضي. تهاني اليازجي، تهاني فاهم ايش بنقول؟ انا بدي بس موضوع الكومنت اللي تكلمت فيه تقدر تعيدي لنا اياه او تشرحي للبنات ايش موضوع الكومنت بالضبط؟ تمام. فهنا كتبنا انه الكود انه اذا لقى اللي هو السبيس ما يعملش اي اشي. تمام. فاحنا حكينا كمان انه اذا لقى السبيس والكومنتات هذا معمول وجاهز انه السبيس بشيلها. احنا سؤالنا ومش عامل حسابه في هذا الكود انه لو في كومنت، لكن في اكسرسايزز الموضوع هذا بيقول افرض في كومنت، في الحاله دي ايش بدي اسوي؟ كيف بدي اشيل الكومنت؟ افترض الكومنت عم السلاشين، كيف بدي اشيلهم لو بدي اطور؟ يعني كيف بدي ابرمجها هنا في المنطقه هاي؟ كيف ايش بدي ادور؟ على ايش ادور؟ اذا لقيت سلاشتين ايش بدي اسوي؟ بدي اقول له خلص اهمل كل الكاركترز لغايه ما توصل للنيو لاين الجديد. لو لقيت سلاش نجمه بدي اقول له اهمل كل الكاركتر حتى للنيو لاين، اهملها لغايه ما الاقي نجمه وبعدين ارجع كمل كودك. بس 100% خلص هاي النقطه اللي بدها تكون واضحه لكم. على العموم خليني الان ارجع اكمل. احسنتي، ممتاز، ريحت اللي حواليك لانه كنت حاجه اسالهم. طيب المهم تعالوا نشوف نكمل. بنات ضلوا مصحصحين معي لانه في اي لحظه ممكن زيك اسال، ضلوا مركزين معي للاخر. انا كلامي واضح، اللي مش فاهمه اشي توقفني، طالما انا قلت مين عنده سؤال وما حدش سال بفترض انك فاهمه، ساعتها من حقي اسال على طول. فضل مركزه معي الله يرضى عليك. تمام. طيب الآن تعالوا نكمل. إذا إحنا كل اللي سويناه لحتى الآن فقط حاجة واحدة في الليكسيكال، إنه شلنا السبيسز والتابز والنيو لاينز، وتكلمنا لو كنا بدنا نشيل الكومنتس إيش ممكن نسوي. طيب الآن لما نيجي هان نخلص من هاي، البيك وين واقفة بتكون؟ لما طلعنا من الفور هذه البيك وين واقفة؟ حتقولي لي البيك واقفة على بداية مشروع توكن، أنا لسه مش عارف مين هو. هتقولي لي البيك الان لقطه في كاركتر غير السبيس والنيو لاين والتابز غيرهم. انا لسه بدي اشوف هو شو هذا عشان اقدر اعرف شو التوكن اللي موجود. تمام. بس قبل ما نروح نشوف الكود
في موضوع أنا في غاية الأهمية لازم تكون مستوعباه اللي هو reading ahead. أنا لا يكفيني وجود البيك لحاله، لازم مرات أضطر أمشي لقدام شوية عشان أقدر أكشف التوكن. ليش؟ افترضي البيك واقف على رقم 5، خلاص أفتي أقول له لقيت نمبر، والله أمشي خطوة أشوف إيش وراه. هتمشي خطوة تشوف إيش وراه، لقيت رقم 2، معنا لسه هذا صارت 52. امشي خطوة كمان، لقيت 3، صارت 523. فلا امتى بتضلني امشي؟ المهم حضلني امشي لغايه ما يبين معايا حاجه مش نمبر. يعني انا ممكن اكون كاتب 52 زائد 3، خلاص لقيت حاجه مش نمبر، مش شرط سبيس يا بنات، ممكن يكون انا كاتب 52 فراغ زائد، مسموح اكتب 52 والزائد على طول بدون سبيس، مسموح. اذا انا ما بقول لازم الاقي فراغ عشان اقول خلصنا، انا بقول كالتالي، بقول بضلني طول ما بلاقي ديجيت ماشي، اول ما الاقي حاجه نون ديجيت بقول خلص لقيت التوكن. الخلاصه اللي بدي اقولها انه احنا احيانا مضطرين نمشي ايش لوك لقدام علشان اقدر اكشف التوكن، مش انه من اول للبيك خلص خلصنا. طب سؤال تاني، افرض لقيتي اصغر، بتقدري تقولي خلص لقيت توكن؟ لانه يمكن يكون وراها يساوي، بتصير اصغر او يساوي، بعدين بتكملي اجى فراغ خلاص بتصير اصغر او يساوي. فالمعلومه اللي بدي اوصل لك اياها في هذا السبسكشن انه احيانا نحتاج ان نمشي خطوه 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 عشان اقرر شو هو التوكن، ما بقدرش في مكاني اقول هو كذا. حتى في الايدنتيفاير نفس الفكره، لما الاقي كلمه بي خلاص اقول لقيت ايدنتيفاير كلمته بي، لا امشي خطوه، يمكن لقيت او، طب هذه صارت تكميله، لقيت اس، لقيت تي، لقيت اي، لقيت، طول ما بلاقي الان لترز فهمتي كيف بدي انا اكمل، لقيت فراغ خلاص عرفت ان انتهيت، بس كنت ماشي ايش انت اكثر من مره. فهي المعلومه اللي بدي اقول لك اياها انه احنا احيانا بنمشي لقدام شويه على اساس نقدر نعرف نوع التوكن، وما بقدرش على المطرح حتى لو البيك واقف يقول مين هو التوكن. هذه معلومه مهمه، تمام. طيب تعالوا الان نشوف كيف بده يتعرف الليكسيكال على التوكنز اللي من نوع نمبر، وفرضنا النمبر ايش يا بنات؟ كونستانت انتجر. كيف بدنا نتعرف عليه؟ كيف نتعرف عليه؟ زي ما قلنا قبل شويه، طول ما انا اللتر البيك اللي طلع من السبيسز والقصه هذه كان ماسك ديجيت، يعني انا مشروع الان نمبر، مشروع توكن اسمه نمبر لانه ماسك ديجيت. فالان لازم افوت وافحص كل اللي وراه، اول ما الاقي نان ديجيت بقول هاي رقم. بس في ملاحظتين بدك تنتبهي لها. انا ما اكون يا بنات كاتب 5 والبيك واقف على 5، هذا كاركتر، تمام، ووراها مشي لقى 2، للاسف بقراك كاركتر، فبكون قرا كاركتر 5 وبكون قرا كاركتر 2. لازم انا اعمل عمليه معينه تطلع لي الفاليو اللي هي رقم 52. انت هو قرأ كاركتر 5 كاركتر وقرأ 2 كاركتر، لكن انا لما بدي احسب حسبته كاتريبيوت لازم الاقي طريقه انه اقول له 52 اجمعهم في بعض. طبعا كيف اجمعهم في رقم؟ في الجافا في حاجات جاهزه، الان كمان شوي حوريك كيف نعملها. تعالوا نشوف القصه وبعدين نسمع الاسئله. دائما بيقرا كاركترز لانه هذا البيك ايش الملف تبعك انت اللي كاتبه المبرمج؟ كله كاركترز، لكن بده يفهم انه الخمسه والاثنين هذا نمبر، فبده يحوله لنمبر ويديني قيمته ويقول لقيت نمبر. البي او اي اس تي مثلا، هذا ايدنتيفاير، فكله كاركترز في النهايه، اللي انت بتكتبيه في الملف كله كاركترز. طيب تعالوا نشوف القصه باختصار. اول شيء بذكرك انه لو انا كاتب 31 زائد 38 زائد 59، بذكرك انه الليكسيكال حياخذ ال 31 يقول لقيت نمبر ويبعت مين معها قيمه هذا النمبر اللي هو ال 31، بعدين حيقول لقيت زائد، شايفه ما بعتش مع الزائد اي اتريبيوت لانه افترضنا الان كل توكن كل كاركتر قائم بذاته غير الاي دي والكي وورد والايش الثالثه والنمبر، قلنا توكن قائم بذاته فرضناهم، وبالتالي الزائد اعتبرها ايش؟ توكن قائم بذاته، فما فيش له اتريبيوت. ولقى 28 قال لقيت نمبر 28، لقى زائد لقيت زائد، لقى نمبر 59. هيك الليكسيكال لازم يشتغل. الان يعني الليكسيكال ايش ببعث؟ شغلتين،
النوع التيرمينال النمبر والفاليو. طبعا لمين ببعتهم هو؟ للبارسر. عاد البارسر مش بالضرورة يتعامل مع الواحد وثلاثين، البارسر بهمه مين؟ النمبر. لكن طب هو ليش كمان جهز الواحد وثلاثين؟ لأنه في ناس بعد شوية زي سيمانتيك بدو الاتريبيوت، فالليكسيكال بخلص اللي عليه وبريحني. الليكسيكال بقول يا جماعة لقيت نمبر وهي قيمته، أنا يعطيني العافية كليكسيكال، أنتوا الآن كملوا شغلكم، اللي بده النمبر هيو واللي بده الاتريبيوت هيو، خلصنا. ففي ناس هتتعامل مع النمبر لحال، في ناس هتتعامل مع الاتريبيوت لحال، في ناس هتتعامل مع التنتين حسب الستيجز اللي جاية. كل إشي بدنا ننتبه له القصة هاي، لكن هو كليكسيكال هاي دوره. وضحت؟ طيب الآن تعالوا نشوف كيف بيشتغل. لاحظي بدأ الكود، وهذا الكود وين حيكون مكتوب يا بنات؟ بعد الفور على طول، مش في فور طلعنا منها قبل شوية، بده يكون بعد الفور على طول. لاحظ إيش الإف كونديشن بتقول، اقري لي إياها، إيش بتقول إف كونديشن؟ إف بيك هولدز أديجيت. إيش يعني إف بيك هولدز أديجيت؟ يعني مش حفوت جوا هان إلا إذا كانت ديجيت الخانة اللي لقطها البيك، إلا إذا كانت مشروع نمبر، غيرك مش حفوت. شفت ايش معناها؟ لازم تكون ايش؟ ديجيت. طب افترضي كانت لتر، يعني افترضي طلعنا من السبيسز والهاي بلتر، مش حيفوت في كل الاف. طب ليش ما فاتش في كل الاف؟ لانه عارف انه هذه اللتر لا تشكل نمبر، وبالتالي ليش افوت اضيع وقت هنا؟ روح على المكان اللي بيقول لك لو لتر. شفتي كيف؟ لكن لو كانت ديجيت في الاساس معناها هذا مشروع توكن اسمه نمبر، معناها بدنا هنا نفوت عشان نفهم هذا النمبر ايش قيمته، قديش حدوده، كل تفاصيل. شفتي كيف؟ الآن إحنا بدنا نفرض إنه واقف اللوك أهيد على مين؟ على خمسة. خلاص؟ عفوا البيك واقف على مين؟ على خمسة. الآن إيش بقول له؟ إف بيك هولدز أديجيت، أول ما بدأ إيش بقول لي؟ في تساوي زيرو. أصبروا عليها البي شوية، إذا قيمة ابتدائية إيش بتساوي؟ زيرو، حنقول ليش؟ دو وايل، تعال شوف ايش اول سطر هنا قال. قال ال V اضربيها في 10، 0 في 10 0. زاد ايش بقول لك هنا؟ هو قراها الان الخمسه ككاركتر، بده قيمتها الان كانتجر. فايش قال؟ قال الخمسه كانتجر زائد 0، ايش بتصير ال V؟ ال V بتصير 5. طبعا يا بنات كيف انا ممكن اجيب قيمه الخمسه من كاركتر احولها لانتجر؟ عندك حلول كثيره، عندك الجافا جاهزه تحولها مباشره من كاركتر لديجيت على طول، ممكن. انا حتى لو بديش بالجافا انا معك خبر، لو انا طرحت الكاركتر خمسه ماينس الكاركتر زيرو حيديني جواب خمسه. ليش؟ لانه هذا الاسكي كود تبعه اذا 70 مثلا، هذا ايش بيكون الاسكي كود تبعه؟ 75، يا العكس المهم، تمام؟ فبطرح واحد 75، فلما اطرحهم من بعض لانهم ورا بعض في الجدول فبحصوا على البيور خمسه كانتجر. يعني قصه عملها مش هالقصه الكبيره، ومع ذلك الجافا مريحاكي وبس بتقولي له حولها لقيمه وخلصنا. واضحه؟ فالمهم انه لازم تتحول لقيمه، لان هي ايش هي قراها؟ ككراها بدوش يا كاركتر، بده اياها قيمه. فبقول حوليها لقيمه. الحين حقول لك ليش ضرب في 10، اصبر شوي. زيرو زائد الخمسه ايش صارت؟ خمسه. الان ايش بقول له؟ البيك بده يمشي لمين؟ وين البيك؟ بده يمشي للي وراها. افترض اللي وراها اثنين مثلا، السؤال حيرجع على اللوب ولا لا؟ طالما ديجيت ارجع. ليش ضربت في 10؟ بطلت خمسه صارت 50، لانها طالما انزاحت بدها تصير عشرات. فعشان هيك ايش قال؟ اضرب السابقه في 10 فصارت 50 واجمع لها مين؟ 2، صارت 52. الان بيرجع بيقرا مين؟ الكاركتر اللي وراه. افترضي كان واحد، حيرجع يضرب ال 52 في 10 بتصير 520، وبضيف عليها الواحد، وبتضل العمليه هذه تمشي. متى مش حيدخل؟ لغايه ما البيك تيجي حاجه مش ديجيتس، لانه بقول لك طول ما ديجيت لفي، اجت حاجه مش ديجيت بيطلع. ايش بدنا نطلع نسوي؟ بدي اقول لقيت، للناس اللي استدعوني بدي لقيت توكن من نوع نمبر والفاليو تبعته هيها في فيزا بدك اياها اللي بكون حسبها قبل شوي. شفتي كيف؟ لقى نمبر وحلقى الفاليو تاعته. عارفه لو انا ما بتهمنيش الفاليو
ما حدش بده الفاليو، كان بيعملش اللوب هذه خلص على طول، بيلاقي النمبر بجمع الديجيت وبقول ريتير نمبر وخلصنا. لكن ليش عمل الضرب 10 والقصص هاي؟ لانه برضه في ناس بدها الفاليو، فهو حسب كمان الفاليو ورجع الشغلتين لمين. طبعا ديروا بالكم يا بنات، برجع الليكسيكال للي استدعاه اللي في حالتنا البارسر. يعني القصه كيف بتتم؟ القصه كالتالي، بيجي البارسر بتصل على مين؟ على الليكسيكال، هات لي توكن. فبنسيب مكان التنفيذ لانه استدعاء فانكشن من البارسر، وبروح ننفذ في كود مين؟ في كود الليكسيكال. بيبدا الليكسيكال فراغ ارمي فراغ ارمي فراغ ارمي نيو لاين ستاب، كله بيخلص. ديجيت بفوت على تبعت الديجيت، بمشي 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 لغايه ما يلقط الديجيت بالكامل ويعرف فاليو تبعته، وبقول يا جماعه خلص انا، بقول للبارسر اللي بعته، بقول له تفضل انا لقيت لك نمبر هيو وفاليو هيو وباي باي سلام عليكم، وبرجع الليكسيكال. الان بنرجع لمين احنا؟ للبارسر. بنكمل، بدي كمان مره توكن، بعمل كولين كمان مره، بتمشي العمليه زيك باستمرار، الاثنين بيمشوا مع بعض. بارسر بيستدعي ليكسيكال، ليكسيكال بيعمل مهمه بيرجع للبارسر، بيمشي البارسر كوده بيرجع ثاني مره. شفتي كيف؟ باختصار. طيب اذا وضح هذا الكود كيف؟ كيف طلعنا النمبر؟ في اي سؤال عليه؟ ليش ضرب في 10؟ الآن أنا لما بتكون عندي 5، لو خانة واحدة إيش بتكون قيمتها؟ 5. الآن طالما بدنا نمشي خطوة على اليمين، لأنه في رقم تاني، هذه بتبطل قيمتها 5، تصير قيمتها 50، عشان هيك بضربها في 10 السابقة عشان تصير 50 ويضيف عليها 2، إيش صارت؟ 52. الحين البي صارت 52. طيب لقينا في خانة واحدة، هذه بطلت 52، هذه صارت 520، فبضرب كل ما بلاقي شيء بضرب السابق في 10 زي أزاحها 10. خلص 5 مشي خطوة، مش حيلاقي ديجيت بطلع برجع الفي اللي هي 5. ضرب الصفر في 10، صفر في 10 زائد 5. شفتي كيف؟ طيب أنا بس سؤال عشان أختم، ولو انه ما خلصناش عند الطلاب، اخذنا اكثر كمان عند الطلاب، اخذنا الاي دي والكي وورد وشغل كثير اخذنا عند الطلاب، ما بعرفش عندكم ايش اللي صار. على كل الاحوال، على كل الاحوال، الان سؤالي اللي بدختم فيه انا، لما بنطلع من هذه اللوب، لما بنطلع من هذه الاف كونديشن وهذه اللوب، والبيك وين بتكون؟ يا اما اسبس، يا اما على كاركتر ثاني او توكن ثاني. البيك حتكون واقفه على حاجه غير بعد النمبر، ممكن تكون سبيس وممكن تكون لتر وممكن تكون اي شيء. وبالتالي لو حد استدعى الليكسيكال كمان مره حيكمل. انتبهي، مش هو لقى الان نمبر، يعني افترض انا كاتب زي هيك يا بنات، افترض كاتب 52 زائد على طول بدون فراغ، البيك مش بوقف على الزائد، بيكون خلصت هذه، مزبوط ولا لا؟ فبروح برجع ايش لقينا؟ 52. لو حدا بعد المرة هذه استدعى الليكسيكال كمان مرة، الليكسيكال بيكمل تكميل، مش بعيد الملف من الأول، مش بيكون ماشي البيك، بيكمل تكميل. إيش يعني بيكمل تكميل؟ يعني بنرجع من الأول، لو كان واقف على فراغات بيمشي عنها زي ما تعلمنا، والنيوران بيمشي عنها لغاية ما يلقط إيش وبيدخل. من الأساس هو واقف على لتر، مش حيفوت في الفور تاعت الأساسية هذيك، يروح على اللي بعد هيك. شفتي كيف؟ بدك تكوني فاهمة القصة هاي، يعني تكميل ما بعيدش. كل حد بيستدعي ليكسيكال بيطلع له، والبيك بضل واقف عند نقطة بيرجعش، بيكمل لغاية ما يخلص كل الملف. ماشي يا بنات؟ طيب بنات، النقطة هذه كلها اللي شرحناها اليوم ضروري تعرفوه كويس. المرة الجاية رح نعمل كود جافا، المرة الجاية حنكمل ونعمل كود جافا، فضروري هذه الأمور تدرسوها كويس إن شاء الله. في أي سؤال؟ يعطيكم العافية.